فود بلوجر انها شغلانه اللي مالوش شغلانه. دلوقتي اكتر محتوى بيجي قدامنا على السوشيال ميديا هو محتوى الاكل. يا لهوي يا جماعه، ده اسهل محتوى الناس ممكن تعمله. واو. بس السؤال المهم، ايه هي القيمه اللي الناس بتاخدها من صناعه محتوى الاكل؟ قوي قوي. وهل كل صناع محتوى الاكل بيفهموا فعلا ولا واخدينها لقمه عيش؟ الله، حلو قوي قوي. النهارده هنعيش مع واحد من صناع محتوى الاكل الحقيقيين اللي بيعمل ده بشغف ومحترف في صناعة محتوى الأكل. أنا محمد حازم، خريج كلية صيدلة جامعة ألمانية، وبشتغل دلوقتي في محتوى الأكل على السوشيال ميديا. سمع الصوت؟ الله. أنا خريج دفعة 2018 صيدلة، واشتغلت في يعني أنا من زمان أنا بحب الطبيخ من وأنا طفل يعني، وبحب إن أنا أستكشف مطاعم جديدة وبتاع. ده شغفي أصلا من زمان يعني. كان ساعتها بقى ما فيش فود بلوجرز، ما فيش كلام ده. كنا احنا بنعمل الكلام ده في هيئة صور وزي مقالة، تكتب بقى ريفيو عن المكان وعن تفاصيل الأكل وعن الطبق الفلاني والكلام ده كله. ففكرة إن أنا أصور فيديو فيه طبخة في الإنستجرام تحديدا في دقيقة أو أقل، ده كان موجود في الخليج بس ما كانش موجود في مصر، ما كانش حد بيعمله في مصر. فقررت إن أنا دي الحاجة اللي هدخل بيها. لقى استحسان وبدأ الناس تتفرج عليه وتمشي فيه، وكانت حاجة لطيفة جدا يعني، الحمد لله. بعمل مكرونة بشاميل، بشاميل الخميس كما اشتهر يعني. ما كانش مخطط إن أنا اشتهر بيها، بس هو كان هو ده اللي حصل. إن هو بشاميل الخميس ده أصلا ليه مدلول عائلي يعني. عند تيت الله يرحمها كنا بنتجمع كلنا ويعني معظم الوقت أكيد اللي مطبوخ يوميها مكرونة بشاميل وفراخ بانيه. فبسطت ان هي اصلا علقت مع الناس يعني بالطريقة دي، فكانت حاجة حلوة. دي بتبقى ارزاق، وانا واثق في ربنا ان كل بني ادم ليه رزقه، فانا ما بعترضش على اي حاجة يعني. هو محمد يعني انا ببقى واثق فيه بصراحة، فانا بشجعه. وبعدين الطبيخ بالنسبة له مش طبيخ، هو بيشتغل كده بتحس ان هو مبسوط. احلى حاجه بقى ان محمد عمل في وسط البيت مطبخ سيت اب. يعني دايما اصلا الناس اللي بتبقى عايزه تصور اكل بتروح تاجر مثلا مكان تصور فيه، كان كل واحد بيساعد بطريقته يعني. يعني خاله كان هو اللي عمل له الترابيزه. انا قلت له على رؤيتي برضو الموضوع، قلت له انا عايز حاجه يبقى فيها جزء للعجن تبقى رخام، وجزء هنا للتقديم، وجزء بتاع البوتاجاز، وفي الفرن تحت يبقى بيلت ان، بحس ان هو ما يبقاش هنا علشان انا بحب اصور وانا بدخل حاجه الفرن. مين فريق عمل محمد حازم؟ بابا وماما صرف. كان في الاول خالص محمد كان عمال يدور على حد يصوره، فقلت له طيب انا ممكن اساعدك في الموضوع ده هوت واصورك يعني. انا احب بس ابلغ الناس ان الراجل ده خطفني، اللي هو ابني خطفني ومش عاوزني اشتغل عند حد تاني. بابا هو اللي بيصور، ماما كل ما هو تحضيرات بقى يعني. انا احضر الانجريدينتس من قبلها بيوم، بصحى بقى الاقيها ظبطت الانجريدينتس حطيتهم جنب بعض بحيث بروسيس تبقى ماشيه بشكل منظم شويه، وانا اللي بمنتج بقى. بابا طبعا هو اللي بيعمل شغل التصوير كله، بس ساعات مثلا بلاقي متطلبات معينه في الشكل في الطريقه في كده، هو يعني بيساعدني على ده جدا جدا يعني. انا عمري ما كنت صورت يعني، اخر حاجه كان استخدمتها كاميرا اللي هي اللي بتعملها كده دي. المبططه دي. فجي بعد كده قلت له يعني جربني في التصوير يعني، انا ممكن اصورك لو عايز. فقال لي خلاص ماشي. فصورته في الاول، لقيته اتبسط من الموضوع، افتكر بقى ان انا مش هتكمل معاه يعني، هزهق بقى والكلام ده هو. فقلت له يلا مش هنصور تاني. فقال لي ايه ده، خلاص ماشي يلا بابا. لا ما كانش سهل اكيد، مرينا بتعثرات كتير وعقبات واختلاف وجهات النظر وبتاع، بس في النهايه فاهم اللي هو ايه، لما يبقى ابوك هو فاهم اللي بيساعدك فاهم، في النهايه ايه بنلم الموضوع يعني. احنا اهل، ومحدش هيخاف على شغلي اكتر من ابويا، ومحدش هيخاف على ابويا اكتر مني، فبالتالي ده اللي مخلي الموضوع اسري شويه. قعدت تقريبا اسبوع بحاله ليل ونهار لغايه لما جبت امكانيات الكاميرا كلها، وبقيت بقى ايه يعني. محمد كان بيقول انت بتنام امتى يا بابا، لان انا كنت ايه، كنت ببقى ماسك الكاميرا واشوف مثلا كل حاجه واعمل ايه، اتعلم عليها واتمرن عليها، وانا عاوز بقى ايه ان انا اظهر له الايه امكانيات الكاميرا دي هي. فكان هو ده بقى سبب اعتراضنا في الاول يعني. رحنا مع محمد عشان نشوفه هو بيصور واحد من الفيديوهات اللي هو بيصورها للمحلات. على حاجه ان الموضوع كان مخرج عائليه، هم خدني صور دلوقتي ولكنهم كلهم مع بعض يعني، مامته وباباه
هو بنبقى خارجين يعني مستمتعين باللي احنا بنعمله وبنحبه، يعني مش مجرد خروجه وخلاص، يعني الواحد بيحس يعني ان هو بتحس ان انت خارجه معاهم في بنبقى كلنا مندمجين في نفس الحاجه، يعني الحاجه اللي محمد بيحبها اكيد احنا بنحبها. انا اللي باخد بالي طبعا من اشراف على الحاجات في البيت، يعني حتى لما يكون بيصور ريسيبي او كده، وانا ممكن اجيب اي حد يعملها، بس احنا بنحب نبقى اندلجت في الموضوع عشان كلنا نبقى حاسين ان احنا بنعمل البروجكت بتاع محمد حازم، يعني كلنا متكاتفين جواه، يعني فبنعمل الحاجه بحب يعني. وانا الاكونت مانجر بقى بتاعته، يعني اللي باخد بالي بقى من الارقام الافرجز والحاجات دي وبتابع الكومنتس. تحب الناس تقول لك انت راجل فود ريفيور ولا راجل شيف؟ اصل فود ريفيور مؤخرا بقى مصطلح يعني مش محبوب. انا راجل بحب الاكل بشكل عام وبحب اعمل كونتنت يخص الاكل. فود ريفيور دي لا، انا بحس ان انا راجل فاهم صاحب مزاج في الاكل. فانا كان طول عمري كنت ادعي ربنا اقول يا رب نفسي اشتغل في حاجه ليها علاقه بالاكل، بس انا مش محترف، بس بعرف اطبخ، بقرا كتير جدا، بتفرج على حاجات كتير. مؤخرا بقيت بسافر علشان ادوق الاكل في بلده، انا بحس ان دي حياتي، دي الحاجه اللي انا مبسوط فيها، دي الحاجه اللي انا سعيد فيها. لا هو محمد حابب الحاجه قوي وبيقرا كتير جدا. احنا بقى هنجرب ونشوف. عالميه. لا علامه الجوده. انت ممكن تفتح مطعم بشاميل بس. راجل طلع اصلا. ما ينفعش ابقى بقدم، طبعا كل احترام للي بيعمل، بس ما ينفعش ان انا ابقى محتوى كله بجرب مطعم وخلاص. بحب لا، زي ما بجرب زي ما نتعلم نعمل حاجه جديده، نتعلم نعمل اكله حلوه. انا ببسط جدا لما حد يقول لي مثلا ده انا، او واحده تقول لي انا لسه متجوزه ومحتواك بجد بالنسبه لي ده حاجه انقذتني في اول الجواز، ان انا بقيت بتعلم حاجات جديده. ده بالنسبه لي انا فلاتر. انا كمان ممكن اكون بميل اكتر ناحيه او بشوف ان الاحترافيه في محتوى الطبخ، يعني الريفيوز اي حد يقدر يعملها، بس الطبخ والاكسكيوشن بالشكل ده، ان انا اطلع لك طبق شكله حلو، الشغل هنا. انا بحاول ان انا ادور على اساليب معينه ان هي تخلي الشخص اللي بيتفرج كانه مثلا ايه، ما مثلا بصور شوكولاته ما بصورهاش مثلا من فوق، لا بصورها من تحت، كان مثلا طفل واقف على الترابيزه وبيتفرج على الشوكولاته وهي بتدلق. ايه رايك في مجال صناعه المحتوى الاكل الاخص دلوقتي حالا؟ لما بقيت اشوف ناس، يعني في ناس حتى معترف يقول لك لا انا لقيت المجال ده بيكسب، او ان لقيت المحتوى الاكل بيجو فايرل او بتاع، فبتضايق، لان بحس ان انا لا، انا مش كده. انا يوم ما عملت ده عشان انا بحبه، ويوم ما نجحت في ده نجحت في ده عشان انا بحبه، ويوم ما تربحت من ده علشان انا شاطر فيه، عشان انا بحب. ما ببسطش خالص لما بلاقي حد بيعمل الموضوع كسبوبه، او لمجرد ان هو ينجح، او لمجرد ان احنا عندنا في مصر ان ثقافه ان محتوى الاكل بيفايرل وبيضرب وبتاع. فده طبعا بيطلع ناس ما عندهاش نوليدج، بتقول اي كلام، بيروح المطعم يقول صاحب المطعم بيمليه عليه مش معلوماته، فطبعا بتلاقي كمان معلومات مغلوطه، الناس بتلبس في الحيط كتير. فلا الموضوع دلوقتي اصبح زحمه شويه. لو في سلبيات انت شايفها في الشغلانه دي بالنسبه لك انت كمحمد؟ انا بالنسبه لي ممكن تكون زياده الوزن، مش حرميها على سوشيال ميديا الاكل، في ناس كتير بتعمل ده وفت، بس انا عموما طول عمري عندي قابليه لده. بس ممكن نقول فوق 90% من صناع محتوى الاكل اللي شغالين دلوقتي عندهم زياده وزن، ده طبيعي، مفيش حد فيت. يعني ممكن متطلبات الشغلانه بتخليك لازم تاكل على طول، بتدوق، بتجرب مطعم جديد، بتجرب مطعم عايز شغل، لا هي بتزنق في حته. بس يعني اللي هو ان انا اجو فار بالطريقه دي، لا بيبقى برضو الانسان هو من جواه عنده القابليه او دماغه رايحه في الاتجاه ده. ممكن وصلني لده ان انا اللي هو جيت لمرحله كده اللي هو لا انا راجل بتاع اكل وراجل بتاع انا هي دي حياتي وهي دي دنيتي. فلا وصلت مرحله لا، فيها صعوبه في النوم وصعوبه في ده. انا دلوقتي اصلا خاسس عن فتره قبل كده اشتغلت وعملت دايت وبتاع، وارتحت حتى جسديا اكتر من الفتره اللي قبلها. فلا الموضوع مهم جدا ان الواحد لا ياخد باله من نفسه، ديفينتلي ده اهم من اي حاجه. بس مش حاجه حلوه يعني، لو الاجيال الجديده بتتفرج عليها مش حاجه حلوه خالص. الواحد لازم يتابع، ولازم ياخد باله من نفسه، ولازم ياخد باله من صحته، لان الصحه دي يعني اغلى بقى من اي حاجه حقيقي.